الطاقة بتاعتنا متقسمة لطاقة عامة، طاقة فلكية، طاقة العمل والمال، دراسة، بيت وأصدقاء، الطاقة العاطفية بحسب الحالة العاطفية لحضراتكم. يلا بينا مع بعض نشوف الطاقة بتاعتنا عامة. زي ما انتوا عارفين بناخد الأقربين نشبك قصتنا ونسيب الباقي لأصحابه. الطاقة العامة بتقول إن أنت يا برج الأسد عندك تغييرات على الصعيد الاجتماعي. طيب الموضوع ده هيغير في شخصيتك حاجات كتير، هيغير في طباعك كتير. التغييرات اللي هتحصل دي تغييرات هتطور من شخصيتك، مش حاجة هتوقفك عند نقطة معينة وهتبتدي ان انت تفكر تعمل ايه من اول وجديد. لا، دي تطورات ايجابية. يعني ايه؟ يعني انت شخصيتك هتقوى اكتر، مش هيبقى في حاجة تقدر توقفك اول لما يبقى في مشكلة تعرف تواجهها. الطاقة بتاعتك هيبقى فيها زي ما تقول كده طاقة ناضجة أكتر، طاقة هتستوعب اللي بيحصل حواليها أكتر. طيب الطاقة الفلكية بحسب قناة فيفو تارو دي الطاقة التانية. الطاقة التانية بتقول لنا إيه؟ إن الطاقة الفلكية عندك في الفول مون هيبقى في توازن، توازن روحاني وكمان مع الطاقة بتاعتك وهي ماشية. يعني الاكشن بتاعك هيبقى على حسب الحاجة اللي انت حاسس بيها. يعني انت هتحس بالناس اللي حواليك، الناس دي كويسة فهتتعامل معاهم، الناس دي وحشة هتبتدي ان انت تحط خطوط تقف بينكوا انتوا الاتنين، او خطوط تحرسك وتفصل بينك وبينهم. طيب الخطوط اللي هتفصل بينك وبينهم دي، هل هي مش هتخليك او هتبقى عائق ان انت تتعامل معاهم؟ لا، انت هتحترم حدود، هتتعامل معاهم بس بحدود. ممكن يبقى في تكرار للأحداث، ممكن يبقى في تكرار للمواضيع اللي انتوا هتتكلموا فيها، بس مش كل مرة هتخليهم ياخدوا عليك. يعني ايه؟ يعني انتوا النهاردة اتكلمتوا في موضوع ممكن يكون هما تطاولوا وهما بيتكلموا، او ما تكسفوش وهما بيتكلموا معاك. طيب بكرة هيتكلموا في نفس الموضوع، هتلاقيهم بدأوا ان هما من رد فعلك الاولاني يبتدوا ان هما يلموا نفسهم. الطاقة بتاعتك هتبقى فيها شوية كده تقليص حق، فاهمين؟ اللي هو مش هتسيب حد يتمادى كتير قوي في الحياة عندك. الطاقة الفلكية بتقول ان انت على الصعيد الروحاني والاجتماعي اوكي هيبقى فيه توازن كده. عارفين لما تبقى بتتعامل مع البشر بس ما بتخليهمش يدخلوك او الطاقة بتاعتك تسيح جوه طاقتهم، هو ده اللي هيحصل معاك. تمام، دي طاقة شهر 11. طيب نوصل بقى للطاقة اللي بعد كده، هي طاقة العمل. طاقة العمل بتقول ان انت الناس اللي فيكم بتشتغل مدرسين او بتشتغل مديرين او ليدر في التيم، او هي اصلا بتشتغل ومعاها حد هي مسؤولة عنه في الشغل اوكي، شايفة ان انت او حتى مدربين. الفكرة هنا كلها ان في حد مسؤول عن شخص بيحاول ان هو يعلمه حاجة او بيوصل له معلومة او بينقل من خبراته لخبرات تانية. ممكن يجي شخص جديد في الشغل فانت اللي بتدربه. anyway الطاقة بتاعتك هتبقى فيها طاقة الجايد او المعلم، او الطاقة بتاعتك هيبقى فيها زيادة طاغية بحيث ان انت تقدر تفيد نفسك وتفيد غيرك في الشغل. الموضوع هنا حاسة انه اغلبيته ليه علاقة بان انت ممكن تترقى، وممكن كمان ان انت تبقى طاقتكو طاقتكو فيها كتير قوي حاجات حد بيستنفذها. يعني ايه؟ يعني اكنك بتشتغل ليك والناس تانية، بتشتغل شغلك وشغل حاجة حد تاني. طيب الطاقة دي قدامي ليها وجهين، وانت عارف قصتك. يا اما انت فعلا شخص بتدرب حد اوكي
وانت هتعمل كده على اكمل وجه، والناس هيبدوا اعجابهم بيك، اوكي؟ يا اما انت تشتغل شغل بتاعك وبتاع حد تاني، فالموضوع هيجي عليك بالضغط ومحدش هيجي يقولك مثلا شكرا، فاهمين؟ فانت اللي عارف انت انه واحد فيهم. فالطاقة جاية معايا بطاقة حد بيستنفذ، حد بيخلص طاقته. طيب تخرج من الطاقة دي ازاي؟ اديهم على قد الحاجة اللي هما محتاجينها منك. بمعنى اوكي، انت حاسس ان في شخص محتاجك وحاجة مهمة في الشغل، محتاجك ان انت تعلمه مثلا حاجة او تعلمه جزء في الشغل هنا هيفيدك بعدين، علمه له. الشخص ده بيتعلم منك عشان يشغلك او عشان يخليك تعمل حاجات تانية غير اللي هو عايزها او غير المدير بتاعك طالبه منك، وبيسوق فيها عشان انت شخص هتساعده، هو عارف ان انت هتساعده، اوكي؟ فالشخص ده حاول تعتذر له بأي حاجة ممكنة، يعني اللي هو أنا مش فاضي دلوقتي، هخلص اللي ورايا وهشوف شغلك بعدين وهكذا، أوكي؟ شايفة كمان إن أنت هتعرف تخرج من الطاقة دي بحكمة، بحيث إن أنت مش هتخلي حد يستغلك وهتخلي كل يسقفلك، فاهمين الطاقة دي؟ هي طاقة مش عايزة أقول عليها جملة كده مشهورة، هي كلمة مشهورة، بس الطاقة دي بتاعت حد كده، ما علينا خلاص مش هقولك. هي حاجة حلوة خلاص، بس أنا الجملة ممكن تتقص يعني، فمش هقولها. تعالوا بقى نشوف ايه الطاقة التانية، طاقة الدراسة. طاقة الدراسة بتقول ان انت هيبقى عندك حكمة ان انت تظبط وقتك، هيبقى عندك حكمة ان انت تشتغل وتدرس لو انت عندك ده متاح، اوكي؟ في ناس كتير عندها وقت ان هي تذاكر، بس هي مسؤولة عن ناس تانية حواليها، يعني انت مسؤول عن والدك والدتك عن اخواتك، مسؤول عن حد تاني وسط الدراسة دي، فانت مش عارف تظبط وقتك، فانت زي ما انت شايل مسؤولية كده، فانت هتقدر تظبط وقتك، ما تقلقش من ده، وما تقلقش ان انت تنجح او لا، لا انت، انا عندي ان انت ناجح وان انت حكيم وان انت الطاقة بتاعتك فيها ذكاء، فيها مساحة ان انت تحفظ وتذاكر وتفهم، اوكي؟ شايفة ان انت اصلا بتنحط في صخر، يعني انت هتذاكر وهتظبط حيلك في الدراسة، فما تقلقش لو انت already مرتبط بحد او حد محتاجك الوقت ده، فانت هتقدر تعمل الاثنين، ما تقلقش، اوكي؟ طيب نوصل لطاقة المال، اوكي؟ طاقة المال او بيت المال عندك يا برج الاسد بحسب قناة فيفوتار، دي الطاقة الثالثة، بتقول ان انت هيجيلك مبلغ مادي زيادة فوق المرتب بتاعك، اوكي؟ هيجيلك على اساس ان هو بونص، هيجيلك ان هو اساس اكرامية، هيجيلك اساس ان هو اوفر تايم. الفكرة هنا ان انت هيجيلك المبلغ ده هتحس ان هو كده ايه، تعويض عن وقت انت قضيته كنت فاكر ان هو راح على الفاضي، تمام؟ اما المبلغ المادي او المرتب بتاعك هيجيلك زي ما هو كامل، ما فيهوش اي مشاكل. نوصل للطاقة الرابعة العامة بحسب قناة بيفوتار، بتقول ان الطاقة بتاعت الدايرة المقربة منك يا برج الأسد، ساعات كده هتحس ان اللي حواليك مش فاهمينك، ساعات هتحس ان انت بتقول حاجات ومحدش فاهمها، ساعات هتحس ان الطاقة بتاعتك تقيلة، المشاعر دي كلها بسبب الطاقة العامة والطاقة الفلكية. طيب الموضوع ده هيخلص على ايه؟ هيخلص لما انت تحكي، بس تحكي للشخص المناسب. يعني ايه برضو؟ يعني ما تقعدش تحكي لأي حد، مش كل الناس بتفهم، اوكي؟ طب احكي لمين؟ احكي لحد انت واثق فيه، حد جربته قبل كده، حكيت له حاجة وحلها لك، او على الاقل لما سيبك تتكلم كده فتوضت بكل حاجة. على فكرة انت مش محتاج حد يحللك مشاكلك، انت محتاج حد يسمعك، محتاج حد يحس بيك، مش محتاج ان انت
حد يقولك انت تعمل ايه ولا ما تعملش ايه، انت اصلا لو حد قالك هتعمل ايه وما تعملش ايه هتمشيه، يلا يا عم اتكل على الله وانا فايق لك. انت عايز تحكي لحد تقريبا بيسمع من هنا ويخرج من الناحية التانية، عايز تحكي لحد بيسمع بس، مش شخص كده من النوع اللي بينتقد اللي بيسمعه، لا انت عايز شخص بمواصفات معينة يسمعك، فانت هتلاقي شخص ده بس يمكن بعد محاولات كتيرة هتفشل. يعني ايه؟ يعني انت هتحكي لواحد واثنين وثلاثة، والثلاثة ما شاء الله ممكن ما يفهموش اصلا انت بتقول ايه وينتقدوك ويطلعوا مش عارف الالف من كوز الدور. اوكي، هتبتدي تتضايق وتبتدي تشتكيهم لشخص رابع. اهو الشخص الرابع ده بقى هو ده اللي بيفهم، الحمد لله اخيرا هتلاقيه. عرفتوا ازاي؟ يعني انتوا هتختبروا الناس اللي حواليكوا كتير، هتشوفوا مين اللي فعلا ينفع تحكي له اسرارك ومين اللي ما ينفعش تحكي له اسرارك. تمام، خلاص، دي الطاقة اللي موجودة في الطاقة العامة. نوصل بقى للطاقة العاطفية، طبعا بما انها طارت كده فهنقراها اول واحده. الطاقه معانا طاقه مطلقين برج الاسد بحسب قناه فيفو تارو. يلا بينا نشوف الطاقه بتاعت مطلقين برج الاسد. واضح ان انتوا عندكم علاقه عاطفيه، انتوا قافلين الطاقه بتاعتها، بمعنى ان انتوا عندكم شخص بيحبكم قوي، بيحاول ان هو يحسسكم ان هو بيحبكم، اذا كان شخص قديم من برج هوائي او اذا كان شخص جديد داخل حياتك. الفكره هنا ان انت واخد حدودك موقفها قوي، اللي هو ما تعديش. تمام، انت بتحبني حبني، ما انا بس مطلوبش مني احبك. شايفه ان انت قافل قوي حته ان انت تتعاطف مع الشخص اللي قدامك، حتى شايفة ان انت عايز بداية جديدة تعيشها بس خايف من البداية الجديدة انك تعيشها. الطاقة عندك حيرانة شوية بس هتوصل لحل، يعني اللي شايفين انت هتوافق في الاخر، بس بعد نهضة. يعني انت هتقتله، انت هتخليه يخبط دماغه في الحيط الشخص ده. تمام، هتديله فرصة وهو هيعرف ازاي يستخدمها صح ويكسب قلبك. اوكي، دي طاقة مطلقين برج الأسد. الطاقة التانية هي طاقة سنجل برج الأسد بحسب قناة بيفوتارو. تعالوا نشوف ايه الأخبار. شايفة ان انت اتعرفت على ناس كتير بانت صورتهم الحقيقية بدري بدري. يعني ايه؟ يعني انت بقالك فترة بتتعرف على الناس وبدأت ان انت تتكلم معاهم، وتقريبا اغلب الناس دي كانوا اوريدي طالبين منك ان هما يدخلوا في علاقة عاطفية معاك. تمام، انت دخلتهم تحت الاختبار، بس الاختبار بتاعك ده كان صعب شوية لدرجة ان هما اتفقسوا بسرعة جدا. فدي حاجة حلوة فيك ان انت شاطر، بتعرف تفقس الناس اللي حواليك، اللي هو يعني تعرف تكتشفهم بسرعة، ما بتخليش حد يضحك عليك. بس الموضوع جه عليك انت بوجع قلب، اللي هو صعب عليك نفسك، وانتوا ليه تضحكوا عليا؟ كان ممكن تقولوا من الاول انتوا عايزين ايه. شايفة ان انت بدأت ان انت تاخد حذرك. اوكي، بدأت يعني تتوخى الحذر كثيرا من ناحية ان انت تدخل حد حياتك. اوكي، بدأت ان انت تمشي الطاقة دي ببطء شوية، اللي هو ماشي انا هدخلكوا حياتي تمام، بس مش هثق فيكوا غير لما تعدوا الاختبار ده. اوكي، وشايفة ان في شخص من برج ناري داخل الحياة بتاعتك، بس بالراحة بالراحة بالراحة. ممكن يكون من عيلتك، ممكن يكون من اصدقائك، المهم ان هو حد من الناس اللي انت بتتعامل معاهم بشكل يومي. ممكن يكون ناس من الشغل اصلا، بس الشخص ده معروف عنه ان هو شخص كده حامي، او بيحمي الناس اللي معاه، او بيحمي الناس القريبين منه، ما بيخليش اي حد يتكلم على اي حد منه. فالشخص ده انت هتحس فيه ان هو شخص تقدر تعتمد عليه او هيحميك من الناس، مع انك انت مش محتاج حماية برج الاسد، بس الشخص ده على الاقل هيحسسك بالطمأنينة. الطاقة الثالثة العاطفية بحسب قناة فيفوتارو هي طاقة مرتبطين برج الأسد. طاقة مرتبطين برج الأسد شايفة إن أنتوا عندكم مشكلة في التحكمات، عايزين الشخص ده ليكوا لوحدكوا. ماشي، كل المرتبطين بيحبوا طريقتي. أوكي، بس الشخص اللي معاك يمكن الموضوع بدأ يخنقه، أو ممكن الطاقة تبقى عكسية، الطاقة بتاعة الشخص اللي معاك بدأ يخنقك، أنت متحبش حد يتحكم فيك ولا هو بيحب يتحكم في حد. طيب، كل واحد ماشي بمزاجه، كل واحد ماشي برأيه، العلاقة دي هتكمل ولا لأ؟
هتكمل بس بعد ما تشيلوا الوش ده من دماغكم. يعني ايه؟ يعني سيبوه على راحته وهو يسيبكوا على راحته. حاسه ان هو سيب ونسيب، اللي هو كل واحد ماسك التاني من شعره، واللي هو وربنا ما سايبك النهارده. ليه؟ 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 ليه اللي هو ليه قاعدين يعني بتقطعوا فروة بعض؟ سيبوا سيبوا، اهدوا اهدوا اهدوا. لا هو بيخونك ولا انتي بتخونيه، بطلوا تاكلوا في بعض على الفاضي، ومش اي حد يجي يقول لكم حاجة تصدقوها. تمام؟ وايه يعني لما يتعاملوا مع ناس تانية غريبة؟ ما يتعاملوا، المهم بيجي يترمي في حضن مين في الاخر؟ فهمتوا؟ هي الطاقة دي اللي قدامي. الطاقة الرابعة العاطفية بحسب قناة فيفو تارو هي طاقة منفصلين برج الأسد. طاقة منفصلين برج الأسد شايفة إن انتوا احلويتوا أو هم حلووا بعد ما سبتوا بعض، والموضوع بدأ يغسكوا شوية، اللي هو انت ازاي تسيبني وتحلو؟ انت ازاي ايه ده من غيري مش زعلانة ليه؟ عارفين الطاقة دي؟ انتوا الاتنين عمالين تشاكروا في بعض كده، اللي هو ده المفروض تبقي حلوة معايا بس، المفروض تبقى حلو معانا بس، ما تحلوش على حد تاني. غيرانين على بعض وانتوا سايبين بعض، وموضوع من نرفزكم ومعصبكم ومطلع زربينكم اصلا. شايفه كمان ان انتوا عندكم فرصه عوده مع برج ناري برضه. ايه حكايه البرج الناري؟ بس الطاقه بتاعت برج المائي يمكن تحس كده ان هي كرامتها نقحة عليها شويه ومش ناويه ترجع، وحاسه ان هي ممكن تعمل علاقه عاطفيه مع حد تاني، والموضوع بدأ يضايقك عشان هي حلوت بعد ما انت سبتها، او هو حلو بعد ما انت سبتيه. الفكرة هنا برضو في موضوع الكنترول او السيطرة، فكرة ان الحاجة دي بتاعتي. طب خلاص هي طالما بتاعتك وسبتوها ليه؟ فاهمين؟ هو ده اللي بيحصل معاكو نفسيا، ده اللي حاصل معاكو اوريدي. طب الطاقة دي هتخرجوا منها؟ اه هتخرجوا منها قريب، عشان الطاقة دي معصبكوا على الفاضي، فانتوا هتبعدوا عن الشر وتغنوا له الايام اللي جايه، عشان انتوا الطاقه بتاعتكم اصلا مش محتاجه حبه عصبيه زياده. فانتوا هتحاولوا تهدوا نفسكم حتى تفصلوا من طاقه الشخص. ممكن تبطل تراقبه، ممكن تدور عليه، لا مش هدور عليه النهارده، مش ماليش دعوه، ماليش مزاج اشوفه بيعمل ايه النهارده، وهكذا. دي الطاقه بتاعتكم. اوكي، اخر طاقه معانا هي طاقه متزوجين برج الاسد. طاقه متزوجين برج الاسد شايفه ان في صلح، في حل مشاكل عائلية، في علاج للمشاكل العائلية عندك، هتلاقيها يعني مش في الطاقة بتاعتك، هتبقى على لسانك على طول، هيبقى عندك حلول كتيرة الأيام اللي جاية، عندك حكمة في إن أنت تعرف تتصرف الأيام اللي جاية. أصلا طاقة المنتور أو طاقة المعلم اللي موجودة عندك الأيام دي هتخليك وتساعدك تقدر إن أنت تحل اي مشكلة. اوكي، فكرة ان انت كونت خبرات من الحاجات اللي انت دخلتها او المواقف اللي انت دخلتها دي هتخليك تحس ان انت كبير كفاية ان انت تعرف ترد على اي حد هيقول لك اي حاجة، يعني ممكن هو حاسس ان هي اخر الدنيا، لا انت هتهدي تقوله لسه بدري، لسه في الدنيا شوية كمان، انت مش بتكئبه بس على الاقل هتهديه شوية، اللي هو دي مش آخر الدنيا يا بابا، دي موقف وهيعدي، وهتلاقي نفسك بعد كده أقوى، هتلاقي نفسك بتقول كلام كده انت محتاج حد يقوله لك أصلا، بس انت شاطر في ان انت تقوله. اوكي، هتوحشوني الفيديو اللي جاي، متنسوش لايك سبسكرايب فعلوا الجرس. باي باي، جرس باي باي.